أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي أهم الكتب الفقهية في المذهب الحنبلي، وما هو الفرق بين كتابي المقنع والإقناع؟ وهل ما هي الكتب أهم الكتب الفقهية في المذهب الحنبلي؟ نعم. وما هو الفرق بين المقنع والإقناع؟ وهل حفظ متن الزاد أمر لا بد منه لطالب العلم؟ الكتب الفقهية في المذهب الحنبلي كثيرة ولله الحمد، وهي درجات، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول. أنا من المختصرات زاد المستقنع اختصار المقنع، ومنها متن الدليل، ومنها عمدة الفقه، ومنها أخصر المختصرات. هذه كلها مختصرات في الفقه الحنبلي. وأما الإقناع فهو من تأليف موسى الحجاوي مؤلف زاد المستقنع، وأما المقنع فهو من تأليف ابن قدامة الموفق ابن قدامة، من تأليف الموفق ابن قدامة رحمه الله. ولا يقتصر على قول واحد، وإنما فيه أكثر من قول في المذهب، يذكر الروايتين ويذكر بعض الوجوه، ويذكر لتدريب طالب العلم على الترجيح، لتدريب طالب العلم على الترجيح ومعرفة الأقوال وترجيح الراجح منها. وأما الإقناع فهو متن يقتصر على قول واحد، ما هو مثل المقنع، أو المقنع أوسع منه، وهو جيد. الإقناع كتاب جيد من كتب المذهب المعتمدة مع المنتهى، مع متن المنتهى، وهو يعني يتنافس مع متن المنتهى. ولهذا تجدون دائما التعبير عن قال في المنتهى، قال في الإقناع، قال في الإقناع والمنتهى، تنافس الكتابان يتنافسان. نعم.